المسجد الأقصى المبارك هو في بيت المقدس، وأن الخليفة العباسي الخليفة الراشد الذي جاء وفتح بيت المقدس إنه العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما جاء على وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، جاء على ضوء ما وصف ذلك عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. فعمر بن الخطاب كان يعرف أين يقع الأقصى وأين تقع مدينة القدس. نعم، مسجد قبة الصخرة الذي تعتليه القبة الصفراء، هذه جزء من الأقصى، جزء من كل، كما نقول الحرم الجامعي، نقول الجامعة الإسلامية في ماليزيا على سبيل المثال، فهي عبارة عن عدة مبان وعدة مرافق، وبالتالي فإن القبة الصخرة المشرفة هي جزء من الأقصى كاملا. وحينما نقول الأقصى فإننا نعني 144 دولما، أي 144,000 متر مربع، يسع لنصف مليون مسلم مصل. وهناك مبان عدة، منها المسجد الأمامي الرئيسي الذي نقول له القبلي، القبلي يعني جهة الجنوب، قبلة قبلتنا جهة الجنوب، والصخرة، هناك اللواوين، هناك الأروقة، هناك المصاطب، هناك الغرف الأئمة، كما هو موجود في حرم الجامع مبان متعددة، الأقصى فيه مرافق ومبان متعددة. المراد بهيكل سليمان يعني معبد سليمان، معبد منسوب إلى النبي سليمان عليه السلام. بالنسبة لليهود فإن سليمان ليس نبيا حسب اعتقادهم، هم يعتقدون أن سليمان مجرد ملك، كما أنهم يعتقدون أن داود مجرد ملك. إذن هذا المعبد المنسوب لملك ليس مقدسا أصلا، ثم لا يوجد أي أثر للهيكل السابق، كما يقولون يريدون إعادة بناء الهيكل، لا يوجد هيكل، هناك حفريات منذ القرن الثامن عشر قديما عن طريق بعثات أجنبية إنجليزية أمريكية تبحث في الآثار وفي التراث، لم يجدوا حجرا واحدا حتى الآن له علاقة بالهيكل، ولا علاقة لهم بالتاريخ اليهودي العبري. وبالتالي نحن نرفض فكرة هيكل سليمان، نعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل قد قرر في اللوح المحفوظ بأن الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا علاقة لليهود به، حتى أن منظمة اليونسكو التي تعتبر منظمة دولية غير إسلامية قررت بأن الأقصى للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به.